السلام عليكم. شو بدي زاد كل هذا معكم؟ رانا ولينا نتكلموا عن المقابله تاع افتتاح تاع كاس مونديال روسيا. المقابله اللي شناها، كيفاش شنا الافتتاح؟ شنا صح الافتتاح كان في المستوى، شنا مقابله، شنا شوط اول مقابله، شوط ثاني مقابله، شنا في الشوط الاول كيفاش السعوديه وين الغلطه، غلطه كبيره اللي دارها، دخل باش يلعب من الدقيقه الاولى على التعادل. شنا كيفاش في الدقيقة 12 وين اللاعب، وين الروس، وين عرفوا كيفاش يسجلوا في الدقيقة 12. كاجيسكي كان في المستوى وسجل هدف في الدقيقة 12. شنا كيفاش السعودية خرجت باش تلعب، باش يتقدموا الأمام، لكن بدون جدوى، وين السيطرة كانت، خاصة وين كان اللعب. الروس عرفوا، تكلمنا على الخطه وتكلمنا الروس كيفاش ولاو يبنوا اللعب تاعهم من خط الوسط الميدان ومن الدفاع ويبداو في الهجمات تاعهم. شنا السعوديه كان تائه، خاص كان بعض واحد كان واحد كما يقول لك بعض الهجمات في الشوط الاول يحاولوا باش يعدلوا النتيجه، لكن دون جدوى. تاتي الدقيقه 40 41 42 وين سجل الشاب اللاعب الروسي، وين سجل هدف لعاب هذا الشريشيف اللي سجل الهدف الثاني، وين في الدقائق الاخيره تاع الشوط الاول قتل احلام تاع السعوديين. الشوط الثاني شنا كيفاش السعوديه دخلت باش تسجل هدف، بس تسجل لكن دون جدوى امام فريق اللي لعب امام الجمهور تاعو، فريق اللي لعب منظم كاس العالم. شنا السعوديه اعطاه صوره واضحه للعالم كما يقول لك الانصار السعوديين باللي هذا الفريق ما غاديش يروح بعيد، ما يروحش بعيد. هذا الفريق المتواضع، شنا باللي السعوديه فريق متواضع، ما نحضروهش يعني، مش انا حاقلين ولا خاطر عليه. فريق راه مشارك في الكوب دي موند، فريق راه يلعب في الكوب دي موند، وين شنا فريق ما قدمش كيما نقولوا حنايا، ما قدمش صوره كبيره. هذا الفريق اللي ينجم ينيغوسي ولا ينجم يلعب مقابلات، زوج مقابلات في المستوى، لا شنا ما كاش مستوى كبير. وشنا كيفاش الشوط الثاني وين اللاعب، وين شنا هدف الثالث كان مخادع، هدف ثاني رابع كان مخادع، وين قضوا على الاحلام السعوديين في الشوط الثاني، ما خلاهمش يقدموا مقابله كبيره، ما خلاهمش يلعبوا، وين بلوا عليهم كما نقول لك، ما عطاوهمش فرص باش يسجلوا اهداف ولا باش يعدل النتيجه ولا الروس، ولا خلاو السعوديه ينظم نفسه، ما كاش تنظيم، ما نظموش روحهم، ما خلاوش ينظموا، ما عطاوهمش الفرصه باش ينظموا روحهم. وين شلنا في الشوط الثاني المدرب الروسي عرف كيفاش يقرا السعوديه بان فريق سعودي، فريق في الخط الوسط فريق ضعيف في الخط الوسط. شنا كيفاش خط الوسط اللي ما عملش، المهاجمين عندهم هذاك اللاعب تاعهم اللي هضرنا عليه وين دار شويه بصح بدون جدوى. في الدفاع الجهه اليمنى والجهه اليسرى وين كان ما عندهم ثغرات كبار، ما شناش اهداف، ما شناش كيما نقول لك انسجام بيناتهم، بين ثلاث خطوط ما كانش انسجام. فريق اللي كان تائه خاصه في الشوط الثاني، رانا نتكلموا على الشوط الثاني وين شنا فريق سعودي تائه، فريق اللي قدم صوره بلي هذا الفريق ما يروحش بعيد. مقابله ما نقولوش مقابله كبيره، بالنسبه للروس كانت مقابله كبيره بالاهداف، افتتاح مقابله بالاهداف، وين شنا كيفاش الروس وين كان مسيطر على السعوديه. وفريق كي الروس كي السعوديه فرق ما همش فرق في المستوى العالي، فرق متوسطه، فريق دون المتوسط السعوديه، والروس فريق متوسط ماهوش فريق عالمي كبير. سهله في مجال في الميدان تاعو امام الجمهور تاعو، ديك الشحنه هذيك كيما يقول لك لا فولونتي تولد طاقه اخرى باش يربحوا، باش يفرحوا الشعب تاعهم الجمهور تاعهم. على ذيك حنا شنا اليوم مقابله كانت مقابله فيها اهداف، استمتعنا بالاهداف، واحد يهضر صح، استمتعنا بالاهداف، استمتعنا بالافتتاح. كيما يقول لك هذا هو كاس العالم، هذه هي كاس العالم. نتمناو ان شاء الله بربي ونوجه رساله لهذاك الاخضر بالريش اللي قال لهم الناس اللي راهم يخونوا حرام.
لما يخونوا القنوات يتفرجوا خيانة حرام، وين بغى أبو تريكة يبتلو، أبو تريكة هو مشكور، وين حبسوا عند حدو قالوا أنا مانيش مفتي باش نتكلم لك على الناس اللي تدي القنوات اللي ما تديش قنوات. هذه هي هذو اللي يبخسوا الجزائر. هذا واحد كما بريش، نتمنى إن شاء الله بربي ما يمثلناش، وما احنا أصلا هذا بريش ما يمثلناش احنا الحمد لله يا ربي. شوفوا هنايا الله يرحم الشوابين، تحاليل تحاذوا هنايا تاعنا حلوا في المستوى، ما شقاوش تحلوا تحاليل تاع مقاهي برحمه الوالدين، حلوا تحاليل في المستوى، ما شقاوش تحلوا لنا تحاليل تاع مقاهي برحمه الوالدين. هذا هو، هذه هي كاس العالم، كاس العالم للفرجه، كاس العالم للمشاهده، كيما يقول لك النسيان شويه، كاس العالم الافراح، كاس العالم مفاجات. هذه هي كاس العالم. صحيتو، ربي يحفظكم.